إلى خبر آخر، من خلال شبكة الشروق بل نبتدر باجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في ضواحي الخرطوم لتقييم أداء الحكومة. عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا خارج مقره، استمر لمدة يومين الجمعة والسبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمادوك في إحدى ضواحي الخرطوم. تداول فيه عددا كبيرا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجهاز التنفيذي والعلاقة بين الوزارات والتحديات التي تواجهها، بجانب القضايا التي تهم السودان على المستويين الإقليمي والدولي. وأجرى مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقييما لأداء الحكومة الانتقالية لفترة الشهرين الماضيين. في هذا الإطار خلص المجلس إلى عدد من القرارات والموجهات التي من شأنها تذليل العقبات وتجاوز التحديات الماثلة والمتوقعة. وناقش مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع الخطط والمشاريع المدرجة في برنامج الحكومة الانتقالية للفترة القادمة. مجلس الوزراء اجتماع له يعني وضع تحت كلمة استثنائي. هذا الاجتماع لمدة يومين وخارج المقر، ونضع هنا علامة الاستفهام أيضا. هو طبعا أنا بفتكر إنه هو أراد أن يخرج من العاصمة ربما لمكان أكثر هدوءا. وعادة مجلس الوزراء اجتماعاته هي أسبوعية ويوم واحد وفي مقر مجلس الوزراء. نعم. فأنا أفتكر إنه الفكرة في تقديري الشخصي أنه الخروج إلى خارج ولاية الخرطوم أو في إحدى ضواحيها على الأقل ليجد متسع من الوقت، يعني يومين كاملات. أنا بتوقع أن الوزراء يكونوا اليوم كله موجودين هناك، ربما جاء آخر اليوم إلى منازلهم ورجعوا ثاني يوم، فدي مساحة كبيرة جدا أنه يتناقشوا في عدد من الموضوعات. ده الجانب الأول من حكاية أنه يومين وخارج إطار خارج مقره. الحاجة الثانية، نحن مقبلين على ميزانية جديدة. نحن الآن في شهر 11، ومفروض الوزارة تكون أعدت أو شغالة على قدم وساق لميزانية 2020، ومعلوم جدا الصعوبات الكبيرة جدا بتواجه الآن الاقتصاد السوداني. يعني للأسف إنه ما حصل أي تقدم إلى الأمام حتى الآن. صحيح إنه ما السبب الحكومة دي، لأنها هي حتى الآن يعني بتتلمس في طريقة، يعني التركة المثقلة جدا من النظام السابق هي ما زالت موجودة الآن. بالتالي المشاكل ما زالت قائمة، ونحن نتكلم عن شهر 11 والميزانية مفروض تجهز، وشهر 1 تكون قابلة للتنفيذ. ده كله مع مستصحبين معانا مع المجتمع الدولي. الآن للأسف يعني الجولات الخارجية سواء كانت بتاعت وزير المالية أو بتاعت رئيس مجلس الوزراء أو مشاركته في الأمم المتحدة، حتى الآن الحصيلة يعني ضئيلة جدا، إن لم نقل ما في حصيلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس بتصدر قرار أن السودان ما زال في تلك القائمة، وفي صعوبة جدا أنك أنت يعني تعفي ديون أو تدي قروض أو كده والسودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. فدي مشاكل حقيقية جدا بتطلب شنو؟ تطلب أنك أنت تعيد ترتيب بيتك من الداخل، وتشوف إمكانياتك الداخلية شكلها شنو، وتشوف كيف ممكن توظفها توظيف أمثل. ودي كلها دار لها جلسة فعلا بعصف ذهني وبرؤى واضحة جدا أنك تخرج بها. ده أنا أفتكر جزء كبير جدا بيكون من جدول أعمال مجلس الوزراء في اليومين، اللي هو الخطط لإعداد الميزانية بتاعة 2020 في ظل الظروف الحالية اللي بيعيش السودان. الحاجة الثالثة هي فعلا مراجعات. يعني أنت ما الليلة لك شهرين أو ما يزيد عن الشهرين كحكومة، لابد إنك تراجع في الشهرين دي أتم شنو وليه ما تم، وهل الحكومة كلها والكابينت الوزاري ده الخطط بتاعته جاهزة؟ كل وزارة عندها خطة جاهزة ومجازة، عشان بعد ذاك نحن نسأل من التنفيذ ودرجته كيف والناس تتابعه كيف وكذا. فدي برضه مهم جدا. أنا شاعر إنه الخبر يعني كان شحيح جدا في المعلومات بتاعت مضمون الاجتماعات دي. يعني يمكن تركيز على أنه خارج الخرطوم ولمدة يومين وناقش الخطط وكذا، لكن كنت بتصور أنه برضو الناطق الرسمي ربما قال الكلام ده لكن ما ورد في خبركم، أنه شنو الأشياء اللي ذكر المجلس وحيعمل على تنفيذها خلال المرحلة الجاية دي، عشان تكون على الأقل أجندة قدام المجلس للرأي العام هو يشوف ويتابع أداء الحكومة خلال الفترة الجاية. لكن أنا أفتكر أنه الحكومة محتاجة لمتسع من الوقت، الحكومة محتاجة لإعانة من أقرب الناس لها اللي هم المنسوبين لقوى إعلان الحرية والتغيير. يعني دي حكومتهم، حقه يعملوا على إنجاحها أكثر من أنه يعملوا على إلقاء السهام عليها من كل جانب زي ما بيعملوا الآن عدد من المنظومة الموجودة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير. لو أديناها فرصة بعد ذلك أنت بتقدر تقيم إنه إلى أي مدى هي نجحت
ونجحت وين وأخفقت وين والأسباب شنو وكذا، لكن ما زال الوقت مبكرا للحكم على أداء هذه الحكومة. تحدثت يعني في حديثك ما خرج به حمدوك من قبل اجتماعات جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، من قبل الوعودات التي كانت من صندوق النقد الدولي أو غيره من الدول الشقيقة لدعم السودان اقتصاديا في هذه الفترة. لكن فيما يخص عملية الميزانية، تحدث عن الحمل الثقيل على الحكومة الجديدة في دراسة الميزانية 2020، لكن هناك حديث آخر فيما يخص أصدقاء السودان بواشنطن، كان وزير المالية أيضا لديه لقاء. هل الميزانية الدعم الذي قاله وزير المالية الذي يأتي من أصدقاء السودان من الخارج ومن بعض الدول، ماذا تفسره في رأيك؟ شوف والله أنا تابعت المؤتمر الصحفي بتاع وزير المالية وهو عايد من الخارج، وشعر بأنه الكلام ده كلام يعني مطاط جدا. يعني شنو أصدقاء السودان؟ هم وعدوا بدعم الميزانية. الميزانية دي حسابات وأرقام، أنت دخلك في الداخل كم، مواردك شنو، صادراتك شنو، وارداتك شنو، منصرفاتك شنو، ميزان المدفوعات شكله كيف، الأرقام شكلها شنو، بتجيبها من وين، تصرفها كيف. أنا أفتكر ده كله نحن محتاجين له الآن من وزير المالية. لكن حكايتين والله أصدقاء السودان وعدوا، ممكن يعدوا وما يوفوا بالوعد. الولايات المتحدة الأمريكية دي كدولة والمجتمع الدولي كله كدولة في مؤتمر بتاع خاص بدعم دولة جنوب السودان، حتى الآن والكلام على لسان مسؤولي دولة جنوب السودان ما أوفوا ولا ب15% من الذي التزموا به في ذلك الوقت. ده الأمر ذاته أدخل دولة جنوب السودان في مشاكل اقتصادية إلى يومنا هذا. فأنا أفتكر أنه التعويل بالشكل الكبير ده على المجتمع الدولي أو التعويل على أصدقاء السودان أنهم هم ممكن يدعموا الميزانية ويخلوها تمشي إلى بر الأمان بدون ما يكون في تفاصيل، ده كلام افتكر فيه خلل وفيه ضعف كبير جدا. نحن الآن برضو بنتكلم عن أنه في دول عربية دعمانا جدا الآن في مواقف في الداخل تجاه هذه الدول، في ناس مؤيدين ناس معارضين. المسألة بتاعت التكتلات، يعني السودان كدولة يعني هل يمشي في هذا المعسكر أو ذاك أو يحايد أو كذا، دي كلها مشاكل الآن قائمة. فأنا أفتكر أنه الحديث بتاع وزير المالية أنه أصدقاء السودان وعدوا بالدعم عشان يكون جزء من مكونات الميزانية دون أن تعرف التفاصيل بتاعته وأرغامه وكذا، أفتكر برضو حديث بينقص كثير جدا من الدقة. نعم.